السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات مدارس النجم الساطع بالقاهرة والإسكندرية. أقدم لكم الآن درسا للصف الثاني الأدبي في فرع البلاغة، وعنوان الدرس هو الأسلوب. حينما نحن نعلم أن الأسلوب، حينما نقرأ نصا من النصوص، أن الأسلوب ينقسم إلى قسمين. الأسلوب ينقسم إلى قسمين: أسلوب خبري، أسلوب خبري، وأسلوب إنشائي. وأسلوب إيه؟ أسلوب إنشائي. ما هو الأسلوب الخبري؟ هو الأسلوب الذي يحمل خبرا. الأسلوب الخبري الذي يحمل خبرا، وهذا الخبر قابل للتصديق أو التكذيب حينما أسمعه. يعني مثلا حينما أقول سافر مثلا أخي إلى مثلا إلى القرية، ده أسلوب خبري لأن يحمل خبرا، هو ذهاب أخي إلى القرية. نرجع بقى للمتلقي هذا الخبر، هل هو سيصدقه أو لا يصدقه؟ ممكن لا يصدق، هذا الخبر قابل للتصديق أو التكذيب، يعني يسمعه أحد فيصدقه ويسمعه آخر فلا يصدقه. إذن هذا هو الأسلوب الخبري الذي يحمل خبرا، هذا الخبر قابلا للتصديق أو التكذيب. طيب الخطوة الثانية بالنسبة للأسلوب الخبري، عاوزين نعرف أغراض الأسلوب الخبري. الأسلوب الخبري يرجع نوعه إلى حينما أنا أتكلم للمخاطب، هل المخاطب الذي يسمعني مثلا هل هو يصدقني دائما في كل كلامي؟ فإذا كان يصدقني في كل كلامي سأقول له سافر أخي إلى القرية. طب لو نفرض أن الشخص الذي أكلمه متردد في تصديق كلامي، هو متردد، فسأضطر في هذه الحالة أن أنا أؤكد، أستعمل أسلوب التوكيد، أستعمل أسلوب توكيد. أدوات التوكيد طبعا كثيرة ومتعددة. أقول مثلا قد، أقول له مثلا إيه؟ قد سافر أخي إلى القرية. يبقى أنا استعملت أسلوب إيه؟ استعملت أسلوب التوكيد اللي هو قد. في هذه الحالة الأسلوب الأولاني سافر أخي إلى القرية بيقولوا عليه ده إيه؟ ده أسلوب إيه؟ خبري ابتدائي. بيقولوا عليه خبري ابتدائي، لماذا؟ لأنه بدون توكيدات، ابتدائي حينما أكون الخبر يصدقه من أمامي. أما المخاطب إذا كان مترددا فأنا أستعمل معه أسلوب توكيد، فأقول له قد سافر أخي إلى القرية، فاستعملت هنا إيه؟ التوكيد. في هذه الحالة هذا الخبر يسمى خبر طلبي. خبر إيه؟ خبر طلبي. خبر يعني ايه خبر طلبي؟ يعني انا كانني اطلب من المخاطب ان يصدقني. خبر ايه؟ خبر طلبي، اهو خبر ابتدائي وخبر ايه؟ وخبر طلبي. طب نفرض ان المخاطب الذي يسمعني منكر لكلامي، لا يصدقني ابدا، فماذا افعل معه؟ ساحاول ان استعمل اكثر من توكيد. انا استعملت هنا توكيد واحد، ممكن استعمل توكيدين او اكثر. فأقول له مثلا، أقول والله مثلا، لو جبنا المثال السابق يقول والله لقد سافر أخي إلى القرية. ماذا استعملت في هذا التعبير؟ أنا استعملت أسلوب القسم، والله، وده أسلوب القسم نوع من أنواع التوكيد. واستعملت لقد، استعملت كمان توكيدين، اللام واستعملت معاها قد، ودي من حروف الايه؟ حروف التوكيد. يبقى انا استعملت اكثر من توكيد لكي يقتنع او يصدق المخاطب انني اقول له الحقيقه. في هذه الحاله هذا الخبر يسمى ايه؟ خبر انكاري. خبر ايه؟ خبر انكاري، اي ان المخاطب ينكر، فانا احاول ان اؤكد له على صدق ما اقول. ده بالنسبه للاسلوب الايه؟ الخبري. لو دخلنا بقى الاسلوب الانشائي، ما هو الاسلوب الانشائي؟ هو الاسلوب الذي لا يحمل خبرا، ليس له علاقه بالايه؟ بالايه؟ بالخبر، بالتصديق والتكذيب. يعني اضرب مثال مثلا، اقول مثلا يا محمد مثلا، يا محمد مثلا اين انت؟ هذا ليس أسلوب خبري، ده يا محمد بنادي عليه. هذا النداء ليس له علاقة، ينادي على محمد، فهذا ليس له علاقة بالصدق أو بالكذب. ده اسمه أسلوب نداء. وأين أنت؟ ده أسلوب استفهام. أيضا حينما أستعمل أسلوب الاستفهام فهذا أسلوب إنشائي وليس خبري، لأنه لا يحمل أي خبر. بالنسبة للأساليب الإنشائية قسمت إلى أسلوب أمر، أسلوب أمر، وأسلوب نهي، وأسلوب استفهام،
واسلوب اسلوب نداء، ودي الحاجه اسلوب تمني. كل هذه الاساليب تسمى اساليب انشائيه ليس لها علاقه بالخبر لانها لا تحمل خبرا. فاسلوب الامر مثل مثلا اقول لك ايه، اكتب الدرس، ده اسلوب انشائي نوع امر انشائي. النهي مثلا لا تهمل، لا تهمل الواجب مثلا، مثلا استفهام اقول لك مثلا مثلا متى حضر اخوك مثلا، يبقى ده هنا اسلوب ايه، استفهام. النداء مثلا يا، مثلا يا ايها الذين امنوا، يبقى نداء. القرآن ينادي على يا أيها الذين آمنوا، فده أسلوب نداء. وممكن تمني مثلا، حينما أستعمل في التمني أقول إيه، ليتني مثلا، ليتني مثلا كنت ترابا، ليتني كنت ترابا، ده أسلوب إيه، ده أسلوب للتمني، وهذا أسلوب إنشائي. بذلك عرفنا أن الأسلوب يا أيها الطلاب انقسم إلى أسلوب خبري، أسلوب إنشائي. الأسلوب الخبري الذي يحمل خبرا قابل للتصديق أو التكذيب، وينقسم إلى ثلاث أنواع: خبر ابتدائي يعني خبر بدون توكيدات، خبر طلبي فيه توكيد واحد، الخبر الإنكاري هو الذي يحمل أكثر من توكيد. بالنسبة للأسلوب الإنشائي قلنا الأسلوب الذي لا يحمل خبرا وليس له علاقة بالخبر، وينقسم إلى أمر ونهي واستفهام ونداء وتمني. وفي هذه الحالة هذا الأسلوب طبعا خالي من ليس له علاقة بالخبر، وهذا هو الأسلوب الإنشائي. بذلك علمتم أن الأسلوب ينقسم إلى أسلوب خبري وأسلوب إنشائي، وأتمنى لكم كل توفيق، وأرجو الإجابة على الأسئلة هذا الدرس في كتاب البلاغة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.